الأرض المقدسة سماها الكنعانيون يرحو، أي القمر. نحوها نسافر اليوم معاً في رحلة يتوحد فيها الجسد والروح، العقل والقلب، وتعتلي النفس مشاعر دافئة يختلط فيها القدم والروعة، الحب والانبهار ودماثة المكان وهالته، حيث يتوحد التاريخ بالجغرافيا في لوحة إلهية مبهرة، حين ترى العين البحر يعانق الجبل وخضرة المكان في جو الصحراء وينابيع المياه التي يبعثها جوف الأرض حياة لمن عليها. مدينة سطر التاريخ أرقامه القياسية فيها وعليها، فهي الأقدم في التاريخ الذي يرجع إلى العصر الحجري، عمرها يقارب 10,000 عام، وهي البقعة الأكثر انخفاضاً على وجه البسيطة، حيث تقع عند 300 متر تحت سطح البحر، وبحرها الأكثر ملوحة بين بحار الكون، سمي البحر الميت حيث لا حياة فيه. كأنها فلسفة الوجود التي آثر البحر فيها أهله بالحياة وحرم نفسه منها. أريحا، فلسفة العشق، أهداها ماركوس أنطونيوس لحبيبته كليوباترا. إنها أجمل الهدايا أن تقدم لمن تحب. رحلة إلى أريحا، شاطئ البحر المقدس، الضاربة في القدم والمضمخة بالبحر، المطرزة بالنخيل والينابيع الغزيرة، مدينة لا تحب الاختصار، كثيرة الماء، كثيرة الشجر، كثيرة الحب وكثيرة الكرم، مضيافة، تضم فنادق ومطاعم فاخرة وبأسعار مناسبة، وأماكن عديدة للاستجمام والراحة والترفيه في جو أخاذ. وعندما تشعر بالتعب عند المساء نم هادئاً، فإن المدينة تضيء قمرها ليسهر على راحتك، لا يضيع عليك منظر ميلاد النهار على رقعة الماء في البحر الميت، تمسح بكفها وجه الجبل ليصحو. وأنت ستمر بين بساتين البرتقال والليمون وأشجار النخيل والموز وسلة الخضروات كلها لتأخذ زوادتك عندما تنضم إلى رفاقك في الدانة الزجاجية المعلقة بين السماء والأرض والتي تسمى التلفريك، لتصعد إلى دير قرنطل المعلق في عنق الجبل والذي يبلغ ارتفاع قمته 350 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويطل على منظر رائع لوادي نهر الأردن ويسمى جبل التجربة أو جبل الأربعين، لأنه الموقع الذي قضى فيه المسيح عليه السلام 40 يوماً وليلة صائماً ومتعبداً خلال إغواء الشيطان. وبني دير في الموقع في القرن السادس فوق الكهف الذي أقام فيه المسيح، فيه تشعر أنك همزة الوصل بين الماء والسماء، والممر المؤدي إلى الدير شديد الانحدار ويصعب تسلقه، ولكنه يستحق هذا العناء، ويوجد ما يقارب 40 كهفاً على المنحدرات الشرقية للجبل، سبق أن سكنها الرهبان والنساك منذ الأيام الأولى للمسيحية. وعودة على بدء لتكون من أريحا القديمة تل السلطان، حيث أن المدينة القديمة تبعد كيلومترين لجهة الشمال الغربي لمدينة أريحا الحديثة، وتقع على تل مطلة على واحة أريحا. أظهرت حفريات التنقيب عن الآثار في تل السلطان عن 23 طبقة من الحضارات القديمة، ومن هنا
نعرج على قصر هشام الذي يمثل نموذجاً للمعمار الإسلامي المبكر، فأطلال هذا القصر الصحراوي الفخم تقع على بعد 3 كيلومترات من الطرف الشمالي لمدينة أريحة. وقد كان المقر الريفي الشتوي للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك باني هذا القصر، ويحتوي مجمعاً من المباني الملكية ومساجد وحمامات وساحات محفوفة بالأشجار، كله بأرضيات مرصعة بالفسيفساء، ومن بينها شجرة بالحجم الطبيعي من الفسيفساء والتي تعتبر من أجمل اللوحات في العالم. ومن المعالم المشهورة الأقرب للإطار العام للفناء الذي يعكس الشكل السداسي الأضلاع أركان النجمة الأموية. ومن معالم أريحة الأهم البحر الميت الذي يبلغ الحد الأقصى لعمقه 400 متر تحت مستوى سطح البحر، وعليه فإن البحر الميت هو النقطة الأكثر انخفاضاً على سطح الأرض، ولكنه يجعل من السباحة فيه تجربة غير عادية، حيث من المستحيل الغرق فيه. أما طين ومعادن البحر الميت فتعتبر مواد طبيعية للاستشفاء من الأمراض الجلدية وتعزيز صحة الجلد، ويوصي بها الأطباء عبر العالم. ويصب في البحر الميت جدول غير عادي يدعى نهر الأردن، ينساب على ارتفاع 3000 قدم فوق مستوى سطح البحر في جبل الشيخ في سوريا، وأصبح للنهر أهمية دينية عند المسيحيين بعدما جاء سيدنا عيسى عليه السلام إلى نهر الأردن من الجليل لكي يتعمد على يد يوحنا، ومنذ ذلك الحدث أصبح النهر هاماً بالنسبة لجميع المسيحيين، حيث يتعمد الكثيرون منهم هناك. وفي الجنوب الغربي لأريحة يقع مقام النبي موسى عليه السلام، والذي كان محجاً سنوياً ومهرجاناً منذ أيام صلاح الدين الأيوبي، ويعتبر نموذجاً رائعاً للمعمار الإسلامي في القرون الوسطى. وقد بني المسجد والمئذنة وبعض الغرف الأخرى عام 1269، في حين أن الإضافات المتتالية استكملت عام 1475 وظلت حتى وقتنا الحاضر. ومن المعالم الطبيعية أيضاً وادي القلط الذي يمتد من ضواحي القدس في الغرب إلى أريحة في الشرق، وهو عبارة عن معلم روماني بيزنطي عربي إسلامي، ويحتوي على قنوات مياه ودير وكهوف ومحمية طبيعية، وكذلك تلول أو العلايق التي تسمى قصر هيرود الشتوي، ويقع عند المدخل الجنوبي لوادي القلط في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة أريحة، وهو عبارة عن قصور إغريقية ورومانية. لن تشفى من حب أريحة بعدما تراها وتمشي في شوارعها وتشرب من مائها، وقد يكون مناسباً لك أن تحمل من أريحة الهدايا لمن تحب لتبقى أيامها عالقة في الذاكرة، هداياها من المصنوعات اليدوية والفخارية والخشبية والخزف والنحاسيات والفضيات وغيرها. سيحبك من تحب إذا تذكرته في أريحة، أحد المناطق السياحية الرائعة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تشمل القدس وبيت لحم والبحر الميت والبحر الأحمر وإيلات والناصرة وطبرية وجرش ومادبة والكرك وأهرامات الجيزة في مصر. هذه المنطقة الغنية بتاريخها وحضارتها، لكم المحبة وجمال الحياة.
سنشتاق لكم في أريحة. Welcome. Welcome, Ariha.